كان واحد ابتلاه الله بالزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ابتلي بالزيغ والعياذ بالله، كان يقول أنه لا مذاهب بعد اليوم. شنو قضية المذاهب؟ إيجاد هذا الاختلاف في هذه الأمة الواحدة، إيجاد هذه الفتن في هذه الأمة. أحياناً بعض الخطباء عندما يتعرضون لمواضيع عقائدية يمكن واحد يجي يقول لهم أنه ما هذه البحوث، لا مذاهب بعد اليوم. فأذن المؤذن، المؤذن قال الله أكبر. سأله ذلك الشخص: الآن كيف تصلي؟ الآن تريد أن تتوضأ، كيف تتوضأ؟ تتوضأ على هذا النحو من الأصابع إلى المرفق، أو تتوضأ من المرفق إلى رؤوس الأصابع؟ شلون تتوضأ؟ هل تغسل رجليك في حالة الوضوء أو تمسح رجليك؟ هل تمسح على الخف أو تمسح على بشرة الرجلين؟ كيف نتوضأ؟ هذا ما يتعلق بالعقيدة، هذا ما يتعلق بالمذهب، هذا ما يتعلق بنظام الإمامة. شنو معنى لا مذاهب بعد اليوم؟ الوحدة السياسية شيء في مقابل العدو المشترك، ذاك بحث آخر. البحث العقائدي لا يرتبط بالوحدة السياسية في مقابل العدو المشترك، ذاك بحث وهذا بحث. لا يحق لأحد أن يحجر على ذهن إنسان وعلى عقل إنسان. إحنا نجمد عقولنا، ليش الله أعطانا العقول؟ الله ليش ينقل قضية آدم وحواء والشيطان وهابيل وقابيل؟ راحوا ماتوا، ليش؟ كل يوم تقرأ قضية قابيل وهابيل، قال لأقتلنك، قضية قتل قبل ألوف الأعوام انتهى. لا، التاريخ موجه، التاريخ يوجه الحاضر، التاريخ يصنع المستقبل. عندما تريد تصلي تقول بسم الله الرحمن، لو ما تقول بسم الله الرحمن تجهر في البسملة أو تخفت، تسبل يديك أو تتكتف في حالة الصلاة. هذه كلها فروع العقيدة. تسجد على التربة أو تسجد على السجاد، تطوف طواف النساء في الحج أو لا تطوف طواف النساء في الحج، تفطر في شهر رمضان مع الغروب أو مع المغرب. شنو معنى لا مذاهب بعد اليوم؟ ما معنى هذه الكلمة؟ المذهب يتعلق بوضوئك، ويتعلق بصلاتك، ويتعلق بصيامك، ويتعلق بحجك، ويتعلق ببيعك وشرائك، ويتعلق بالطلاق والخلع والإيلاء والمباراة والإرث، من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات. هذه هيمنة المذهب، هذه هيمنة العقيدة. من أول ما تفتح كتاب الطهارة، بسم الله الرحمن الرحيم، الماء إما مطلق أو مضاف، إلى آخر حكم في كتاب الديات. المذهب يوجه، المذهب يهيمن، المذهب يؤطر. فمن الضروري أن تطرح هذه المباحث وبوضوح،
لأن الحق أحق أن يتبع. إذا واحد عنده تعصب لأشخاص معينين، التعصب للحق أولى أم التعصب للأفراد؟ أيهما أولى؟ الحق أحق أن يتبع،